السماوي على هذا التقديم الطويل الذي شككت فيه في قولك سيتحفنا. قلت انت مش عجبني متحف المخطوطات. طبعا لابد ان نبدا بشكر هذه المؤسسه ليس جريا على العاده، وانما لان بالفعل هذه المؤسسه لها عندي يعني موضع خاص، لانه اول جائزه دوليه حصلت عليها كان من هذا المكان، واول مره تقريبا اخرج من مصر كنت ارفض قبل كده، كان علشان استلام هذه الجائزه، وكان في مجال العلوم الاجتماعيه يعني مجال مختلف تماما، كنا تحت 40 سنه واكثر ثقه فيما نعلمه واكثر يقينا في قدرتنا على التغيير واكثر ابتهاجا بتطوير الواقع. كان ذاك هو الشعور السائد في منتصف التسعينيات، يعني ليس زمن بعيد، ولكن اتضح بعد إمعان النظر فيما نحن فيه ومقصودي بما نحن فيه هو هذا التعقيد الكبير في الثقافة العربية المصرية منها والشامية بتجرياتها المختلفة، هذا التعقيد الذي لا يمكن التعامل معه انطلاقا من مفردات الواقع المعيشي، لا يمكن. يعني إذا نظرنا إلى أي مفردة ما، الحوثيون في اليمن، الإرهاب في العراق والتفجيرات، الشيعة في منطقة الخليج، الفتنة الطائفية في مصر، قضية الصحراء في المغرب، هذه تبدو للوهلة الأولى كما لو كانت وقائع جارية، هي في الحقيقة نتاج لزمن طويل من التطور استدعى أن نبدأ بالتراث كما ذكر الصديق العزيز. هذا الزمن الطويل ذكر فيه أستاذ جليس الأعمال الأكثر شهرة لكن ليست الأكثر أهمية. المشتغلون بالتراث يعرفون، يعني هم لا يعتدون كثيرا بعزازيل، وما زالوا حتى هذه اللحظة الجهابذة منهم يلوموني على تضييع وقتي في هذا الكلام، مستنكرين كيف لشخص أن يقوم بتحقيق كتاب الشامل في الصناعة الطبية في 30 جزء ويحظى هذا الكتاب وهو أكبر موسوعة طبية في تاريخ الإنسانية يكتبها شخص واحد، هو علاء الدين بن النفيس الطبيب رئيس أطباء مصر والشام في القرن السابع الميلادي متوفى 687 هجرية، ويحصل هذا الكتاب على تقدير وينال عقب صدوره سنة واحدة جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي في هذا المجال أعلى يعني الجوائز. فكيف لنا يقولون أن نترك هذا ونذهب من التراث إلى هذا العالم؟ دفوعي قائمة على أن التراث يحتاج أن ننتقل به من النص إلى الخطاب، من الفهم إلى الوعي، من إدراك الماضي إلى التعامل الرشيد مع الحاضر. من هنا تأتي هذه الوصلة ما بين العمل التراثي
وما بين العمل الروائي والأدبي. موضوع محاضرة اليوم الفلسفة والإبداع الروائي أعادني، يعني ونحن نرتب لهذا اللقاء أنا ذكرت الموضوع دون أن أفكر. كان معي أستاذ ثابت أو أستاذ مهند فبيسألني في التليفون يكون إيه الموضوع، قلت له الفلسفة والإبداع الروائي، وبعد ما قفلت السكة استغربت من استدعائي لهذه القضية. استدعيتها من موقف جرى قبل سنوات لما صدرت روايتي ظل الأفعى. الصديق سامي خشبة. طب هنا هسأل دكتور نبيل. كنا نتحدث لساعات طوال. ابتهج جدا بالرواية وقال لي بلهجتنا طبعا المصرية دي رواية فلسفية. طلع لي رواية فلسفية. كل رواية ما فيها فلسفة. قال لي لا. دي رواية فلسفية ومزعجة. وتضحكنا وتحدثنا في الموضوع الذي سأتحدث فيه بعد قليل، الفلسفة والإبداع الروائي، ولكن لم أفهم قوله مزعجة إلا بعد فترة عندما نوقشت الرواية في ندوة في الإسكندرية وكان المناقش الدكتور صلاح فضل وكان منزعجا جدا من ظل الأفعى، لأنها حسب ما يرى تطيح بدنية الرواية. فداعبته قائلا يا دكتور خليها تطيح شوية يمكن تظهر حاجة تانية. قال لا، سقراط قال اللي يدخل مدينة يحترم قوانينها، وانت بتدخل مدينة الرواية يبقى لازم تحترم القانون بتاعها. قلت له طب افترض ان انا داخل زائر كده سائح. قال لي لا لا مش كلام ده. ليه؟ في ظل الأفعى كان هناك قصد لكسر ما تعرف عليه معاصرون من تعريف الرواية حتى على مستوى كتابتها. كتبت ظل الأفعى على النحو التالي: أبدأ الحدوتة البسيطة جدا ملهاش معنى في حد ذاتها، فأكتب فيها صفحات وأكتب الرسائل الأخيرة، ثم أقترب من الرسائل، يعني بأتي إلى المنتصف. وكان آخر مشهد فيها هو مشهد الاغتصاب، كما لو كانت رسائل الأم لابنتها هي الرواية. وإن القسم الأول هو حدوتة